الزول هنا ولي حباب ديم دي كولي تفارن شيخ بوالي مطيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، اليوم راح نطلعكم على بعض المعلومات أو بعض الصور اللي حبيتو دي يكون عندكم الصبر، إن شاء الله يكون عندكم الصبر اتبعوني حتى الأخير. وهي صور تاع 1800 هكذاك 1869 1800 يعني حول الجزائر. شوفوا فيها بزاف أمور، أماكن وأفراد صبيحية، وتشوفوا فيهم يعني بالوعد بصورة واضحة ونكبرها لكم فمشاهدة ممتعة. نبدأ بالصورة هذه الأولى اللي رايحين نكبروها لكم. هذه قبل ما هاكو تشوفوا في الصورة هذه هكا هايلك، ها كاين شغل قنطرة، شغل حاجة راهي تخدم تما، الناس يمشيو. هذه نروحوا نقراوها من تحت واش تشوفوا فيها. غوت دالجي ابني منصور، يعني طريق الجزائر بني منصور. هنايا راهم يديروا لها القنطره زعما يخدموا. لا لا، هذه سيك، وهذه فوالا بور دالجي، البور دالجي فوالا. روحوا لصوره اخرى اخوان، وعلى بالي انا قلت لكم بلي راح يعجبكم امور وما تندموش كي تشوفوا تروليو حاجه قديمه خلاص. هذا راهي الصوره ما تبان لكمش، بعضكم كبرها تبان لكم. هذا تومبو دا مارابو اور اوث هشام، اث هشام بن يحيى، اث يحيى يعني في مشلي. هذا تومبو يعني المقبره مرابط جاو يزوروا هكذا، تعرفوا الغاشي كيفاش بكري على مستوى الاخر. هذا الاخر. روحوا صورة اخرى كونوا معايا وما تندموش. قلت لكم هذه سيدي فياي فام كابيل، قال لك عجايز قبا، شوف كيفاش كانوا يعيشوا بكري. صور غير واضحة ولكن نورمال راهي تبان شوية. هم كتبوا تحتها فياي فام كابيل يعني عجايز. هذو جماعه جماعه اجتمعوا هنا هاونك، هاك تشوفوا فيهم كبركم شوية واحدة كذا. هم كيفاش كانوا يلبسوا الناس زمان ما يخدمهمش البرنوس، الشاش فوق الراس حاجة شمو العمامة فوق الراس برنوس. هذو كتبوا تحت الصورة، شوفوا معي واش هنا. هي قال لك كابيل دقيقة برك، صورة غير واضحة. المهم اث هشام على ما اظن مختار هو البريزيدون تاعهم، هذا واش كاين. هاي الصورة ما بانش مليح، دوك نشوفوا الصورة واحدة أخرى بالك نعاود نوليو ليها إن شاء الله من بعد ممكن نعاود تبان أكثر. شوفوا معايا الصورة أخرى، هذه قلت لكم تشوفوا واحد الحوايج يعني فريمون حاجة كبيرة. شوفوا معايا هذه الصورة هاملك، نشوفوا شكون هذا على اليمين هاملك كيفاش كانوا عايشين، كاين عايش وعايش هاملك. نعم سيدي بيت قديم فيه كلش، هايلك البيت القديم يبدو انه بيت قبائلي. وبعد نشوفوا سحب مليان سحب يعني مدن اخرى، تشوفوا كيفاش كانوا يعيشوا في الميزيريا. هنا روبا كابيل، روبا كابيل يعني دايروني يتعشوا يفطروا او وجبة قبائلية. هذه نشوفوا اش فيها، شكون هي كابيل دو ليكول ماميل ميشلي فوالا هاملك. هذه لي بير بلون باينه بلي تاع البيض يقرب فيهم. روحوا للصوره اخرى يا اخوان وتشوفوا هذه كذلك قبل ما نوصل كبرها لكم ما باسكو فيها شويه الاخر. هذا الاخر قال لك ما كتبوش برك بالي بلي هذا قبائلي ثاني. المهم كاين تصويره اخرى، لا سي لا كروت، هذه سي لا كروت تاع الاخرى، لا كروت تاع ايرجن على بالكم، ايرجن هذه سي لا كروت هايلك فيها الاثار كلش. روحوا شوفوا صورة اخرى ما تندموش معايا
وقعدوا تشوفوا تصور واحد اخرين، هذه كذلك تصور بفيلاج كابيل، فيلاج دو في ارجن كذلك بني سكرا سك سدكا بني صدقة، هذا كذلك بيت شوفوا كبروا شوية هاوليك، شوفوا هذا شوفوا كيفاش كانت القوار القبائلية، الدشرة كيقول لك الدشرة شحال ولدت هاد الدشور هذو العلماء ولدت المجاهدين والناس إلى آخره. نشوفوا صورة أخرى عن مناطق أخرى، شكون هادو ثاني يا شيخ بوعلم؟ هادو نيغوس جفيف دالجي، هادو لي جفيف يهود الجزائر، شوف كيفاش كانوا عايشين هنا، عم سيدي خبزوها. لا نروحو ثاني صورة واحدة أخرى هاوليك، شكون هذا؟ إي شوف بوالف هذا يخوف شوية، شوف هاو كيفاش صوروه من ومن. يا شيخ بو علام هاليك هذه واسمو هذا سا هومون مش مش ميشيل جفيف اغاب، هكذا زايد في الجزائر العاصمة. قال لك صفامي اون بلو زونسيان دو سو بيي، لا الله 1863 قال لك العائلة تاعو هي اللي قديمة في الجزائر هذه. روحوا نشوفوا وجه واحد اخر، هذو كيف كيف هذو ثاني بنات بين النساء تاع لي شبيف طالجي باينه، داروها سماواتهم في 1863 هاهم لك. كاين صور اخرى، هذا داروه الامير عبد القادر هاوليك، داروا صورة الأمير عبد القادر هاوليك، واش كتبوا عليه من تحت؟ قال لك بون نحاول نخليها تصفى شوية، قال لك أمير عبد القادر 57 سنة عندنا في عمرو، ني ا ماسكارا بروفينس دوغون، يعني جايد في ماسكارا عملة وهران الجزائر، شوفو نوار مي سو غازو لا تيت توت لي دو جوغ، كل يومين ثلاث ايام يخليك ثلاث ايام يسقم شعره هكذا يحفف، زيو بغان باغ بنوار لحيه سوداء افيك كيلكو بوال هكذا، يعني وصفوه بهذه الصوره في 1865 يا اخوان. نخليكم هكذا تقراو على حبس يحب يقرا كلش يوقف الصوره يزيد يقرا. نروحوا لصوره اخرى اخوان، هاي لك هذو شكون هو هذه كيفاش يخزر فيكم يا جماعه؟ هاو لك شغل شخصيه كبيره تاع زمان، واش يكون هذا؟ واش يكون هذا؟ يكون كابيل كابيل تيرايور الجيريا هاوليك، قبائلي من الروماد الاخر. ومن بعد نروحوا لصورة اخرى، هذا واش يا شيخ ناعم؟ هذا واش واش يكون هذا كيفاش كيف يحولوا باش يعني شغل نظرة تاعهم تبين باللي شغل رخص ولا حاجة. المهم عندكم هذا واسمو احمد بن عبد الرحمن 30 سنة، ني ا مي كاع فهمت هذا الجيري تيرايور الجيريان مديا، زيد في مديا 1800 وكذا، الصورة تاع 1800 هو 63 دائما هاوليك سلمتو. شوفوا واحد اخر سلمتو كما يقولوا العجيز هاوليك، هذا ثاني هاوليك قال لكم انا يا واش يكون هذا؟ هذا يا شيخ بوعلام واسمو بن عواده بن عواده بن ديدوش 22 سنه تيرايور الجيريان ني تلمسان، هذا زيد في تلمسان.
نروحو سل هذا تاع تلمسان هاوليك، نروحو لوجه اخر. وشكون هذو؟ هذا نشوفوه، هذا قال لك كابيل دو باليسترو، قبيل تاع باليسترو. توجور هكذا، هاي الصورة تاعو كيفاش كانوا يعني زمحك. هذا باين بلي مش كيتش يعني من الرومات، هذا جاب له ربح حكموه، هذا حكموه متشمن ولا متشمن منهم. المهم كاين وكاين، شوفوا معايا هذا ذا نفسه نفس التصويره، هذا ثاني حكموهم كاع. هاي اللي قال لك تيب كابيل غروند تاي، هاولك هذا اللي هو نفس الصوره. وهذا ثاني شوف كيفاش، شوفوا معايا مليح، هاي لك هاولك هذا تيب كابيل غروند تاي. هذا ما فهمش الزيون، وصفوهم في الاخر 1882. وبعد روحوا تصويره واحده اخرى، هذا باين تاع الكوميديا كما قال لك الاخر ستوت، هذيك المخلبون باردي. هذا واش يدير؟ هذا واسمه، هاي البطاقه تاعو واضحه، رابح بن مسعود، 24 سنه في عمره، هذا 24 سنه في عمره بيان سور، الناس تاع زمان كانت كثره الاخر. المهم ولكن قد ربح بن مسعود، نحاول نقرا باسكو سولدا دو بروميير كلاس اون دوزيام تيرايور الجيريا، من الرومات الجزائريين، ني ابني مستماكن السودان، في السودان جابوه هنا. هاي اللي لاطاي تاعو وصفوه الى اخره. المهم كاين هذا السيد، هذا يبدو يعني شغل واسمو، يبدو شغل جونتي شوية، واسمو بن، هذا ثاني بون بن كري بن كرا كرا بون كرا لون، هذا بنتون تيرايور الجيريا. هاذيك نروحوا واحد اخر تشوفوا تدخلوا يعني وشنو هذا اللي اسمه هذا، هذا وش يكون هذا؟ هذا احمد بن كيلغاسون هكذا، من الصبيحية، ني افرجوا فرجوا بروفنس دو كونستانتين، لا ما فهمش هذه فرجو في الراجو. المهم في قسنطينة، اللي يعرف الكلمة يقولها لي. نروحوا للسيد هذا كذلك، هذا عندك ما تقول عليه باين تعلم اسمه، أقول لك الله يبارك سلامتو، يعني ذا رقاز القد والآخر، هاي لك على القول اسمه كل شيء. وش يكون هذا؟ اسم اسمه هذا شيخ بالم، اسمه ساسي بن بحري بن سالم، من الرومات الجزائريين، ني ا تونس، دو بير اي دو مير كافر مسوكي من الكاف، من الكاف. المهم جابوه اسمه هذا 1863. شوفوا معايا هذا الاخر، هذا اسمه كذلك، واسمه هذا واسمه مبارك بن قادة، تيرايور الجيريا، ني أ غورايا غوراكسا السودان. مهم جابوهم لهنا من السودان يقتلوا في الشعب الجزائري مع بحينك. نعم يا شيخ، كي جيت اسمو كي جيبك يدخل بكري. وهذا واسمو قدور نيجر، ني أموستاكاني الجيري، زيت في اسمو دو دان بير ترك اي دو مير توبوكتو، هاوليك هذا زيت في الاخر. انا ماشي شوف اي الشيخ اللاز الشر واش يجيب الشيخ هذا هذا لا تصبح عليه صبح اتونسيون
ما كلت تكمل طريقك. هذا واسمه وشكون يكون هذا؟ شيخ بعلم كبر 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 شيخ. هذا واسمه محمد بربر، الله يربي الله، 35 ans سيرجون و 3ème تيغايو الجايان، ني ا مديا الجيري دان بير فوالا اي دون مير بورنو، في مخلطة الدعوة بن عمي. المهم كاين واحد اخر نحاولك، هذا مربي شعر يعني درجة وموسطاش حاجة كبيرة. شوفوا مليح صباح الخير يا شيخ بوالم، تصبح على هذا. المهم ما هو مرابط ما والو، بالك يغركم هذا كيما خليك الدواء تاعو تاع الفيران كيما خليك الشيخ ابراهيم. المهم وش يكون هذا؟ وش يكون هذا؟ واسمه يلو بن وبجي 38 ans زايد في وهران، انا عم الشيخ الصورة هذه 1865 زايد في وهران هذا. المهم إذا ما قريتش كلمة مليحة اعذروني برك. عندكم هذا ثاني واسمه هذا وش كنت؟ هذا اسمه مصطفى بن ورقة، 26 سنة وين زايد في تلمسان، انا عم الشيخ لتيرايور الجارية، هذا من الرومات. عندكم كذلك وجه اخر، هذا هذا على البيب اللي شخصية باسكو ماشي من وين القرد، هذا شغل دايرين بط. المهم صوره منه من واسمه هذا واسمه ابو الله عبد الله هكذا، عبد الله بن عبدي، عبد الله بن عبدي 31 سنة، هذا 31 سنة لا ماشي يا اخي، اي شيخ 31 سنة، 31 سنة توارق فوالا انترب، هذا يخدم في صبيحية على بالكم، ماريشال نعم، و تخوازيام سباي يعني صبيحية، اسمه انتربريت دي توارق يعني يترجم اللغة توارق. يا شيخ بوعلم شوفوا شكون تاني، زيد واحد، وهذا هذا قال لك واسمه احمد بن يلول كابورال تيرايور الجيريان زايد في وهران، ولا سون بير ترك امير عرب، يمه تركيه بابا عربي في الوقت هذاك، مسألة يعني الاصول اسمه نظركم عايش عليك ولا حال اطلعك مخلطة، ولكن اتونسيون للحد. وهذا هذا يبان شغل قيادة ولا زوج، هذا ابراهيم بن صالح صبيحي من الصبيحية ني السوق هراس ريجون دو كونستانتينا، كان تبع قسطنطينة. هذا شكون؟ محمد بن ميلود دو لا تريبي، يكتبوا من القبيله شرشال، من قبيله شرشال في ديفيزيون دوغون تبعت شرشال تبع الوهران بكريه 1800 هاوليكس. المهم هذا من قبيله شرشال، نعم يا شيخ. وشكون تاني بزاف قواو، ها واسمو هذا؟ هذا لو كاين زوج ولا واحد، ايه هو نفسه عنده تصويره منه ومن هذا، واسمه محمد بن علي 35 سنة تيرايور الجيريان بروفانس دورو من جهة وهران، بير اي دو مير كابيل، اي باباه ويماه قبايل هكذا كتبوه في كل الاخر نقراو كيما راهو. المهم هذا باباه ويماه قبايل، سبحان خالق البشر. وهذا وريناه لكم قبل وقيله، خلاص شفنا هذا واسمه
من سعود بن عمر، 30 سنة، ني أبتنا، زيد في بيتنا، من الصبيح هي كذلك. إيه اللي ما غلطش اللي قال لك علي بكم الحركة والأخور أكثر من المجاهدين، هذا مجاهد كمين الصبيحية كيف كيف كانوا يخرجوا يدي ويضربوا الناس يديروا، هذا نفسه كذلك. هاولك اسمه بن زيان بن سليمان صبيي يعني صبيحية، ني أركوات بروفنس دالجي. هاولك انا عم الشيخ ايه هذاك هو زيد، وهذا اللي شفناه مقبيلة ولا مازال ما شفتوش، هذا بين شغل شخصية بين شغل حاجة كي وعر شوية يبان ولا كراحيته من جهة واحدة اخرى. المهم عندكم هذا واسمه خطاش ما يبانش كتيبة مليح بوقرة، اي هو هذا واسمه بوقرة بن محمد، 33 سنة، كابورال تيرايور الجريان، ني ابوجي، زيد في بجاية، شوفو زيون وكذا وكذا، باغل كابيل يهدر قبيلية، ني بون او مي بيغ اي مي كابيل، باباه وي مي قبيل، هكذا. هذوك الاخرين يجيو يقول لك ينحيو الجزء هذا، الناس اللي موالفين ينقلوا من الفيديو تاعي، ينقل يقول لك هاو لك هما شاهدوا بنفسهم ينسوا بلي ذكرت ولي توقرين. هذا واسمه بن سعيد فان دوسون، كذلك قبيلي. فوالا المهم هاو لك سي سي با لي اونكور. المهم نشوف واحد اخر، هذا واسمه محمد بن كروش، محمد بن كروش تيراير الجيريان، الرومات من الرومات الجزائريين، ني اميليانا، زيد في مليانا. هاوليك اسحب مليانا، عندكم واحد هنا كيما كاين قال ولايه كل واحد اللي ما ذكرتوش ما كاش، هذا توارق، هذا بين اسمه توارق صوره برك ماشي معاهم بين يعني مع خاطيه باسكو ما كتبوش باش يخدم توارق. هذا التصويره هاد المرة شوفوا مليح مليح معايا، ركزوا معايا ركزوا معايا كيفاش راهي مقطعة الدعوة، كيفاش البرنوس راهم اسمه مسكينة، هاي لك البرنوس والاخر مقطع كلشي، هاي لك وقادي موسى، شوفوا مليح النظرة هذه، شوفوا الميزيريا واش كون تكون هذه، واش تكون هذه، هذه واسمها علجية، علجية بنت بل قاسم، بنت بل قاسم، 48 سنة، 48 سنة، فام أغاب دو لا تريبو دو قراهم لي معايا حبيمية، شو با بالي على خالب ما قدرش نقرا الاسم هذا، خا لامية أرمية، المهم بروفانس دو كونستانتي من جهة قسنطينة، اللي يعرف الاسم هذا يقول لي هايلك مسكينة. الصورة في 1866، شوفوا معايا هذه الصورة كذلك، وجوه البخس، شوف لاموت هذه من بكري، يقول لك الاخر لي جون. المهم هذا واش يكون هذا اللي هو الخضر خضر هذه، هذا سي اسمه علي بن وماي عمر، علي بن وعمر تيرايور الجيريان دو لا تريبي دو الواد او حمام سيركل دو بوجي، من جهة بجاية ديفيزيون دو كونستانتين، كان تبع القسنطينة بكرير بجاية. هاي ولك كاين واحد اخر على بالي بلي طولت عليكم، معليش تشوفوا التاريخ تاعكم، التاريخ هذا ثاني راهو شخصيه كما قال لك الغبار. هذا واش اسمه هذا، هذا اسمه قدور بن اب السهل لوز،
عبد الله بي عبد اللوز عبد الله سيرجو، هذا يخدم سيرجو تيرايور الجيريا. هاوليك المهم ما نطولش معاكم، هاوليك هاوكدو هاوليك على عماشة. كاين واحد اخر هادو، هذا هاوليك هذا سيدي جون كاع راحو ضحية المخابرات الفرنسية. نعم الشيخ هاوليك وضحية الجوع ثانية اتونسيون. هاوليك السلاح تاعو يبانه، وشكون هذا يا شيخ؟ ما فهمتوش. هذا اسمه محمد والسيد زروق، محمد والسعيد زروق تيرايور الجيريا ني اوغليون فيل الجيري. son père et sa mère sont noirs et lui bleu. المهم لوي المهم ما فهمتش كلمه هاتون ديسكو سون بير سون فير اي سون كوم دي بارون. المهم 1863 هذا السيد ما عمرش نطول عليكم باسكو بزاف فيديو كبير بزاف، مي معليش اللي يحب يشوف يشوف معايا. عندكم هذا الوجه هذايا هاولك واسمو ما نطولش عليكم، هذا واسمو امباريك بن خدريو صبيحية الجيري بروفنس دورو من جهة وهران. هاوليك عندكم كذلك نفس الشيء، هذا لي شيخ هاوليك هاوليك يا شيخ بوا الميزيري تظهر على وجوههم هكذاك وزادوك راحوا الميزيري تاع لارمي فرونسيس. المهم الله خالب ولا المهم كل واحد. محمد بن هذا واسم محمد بن عطار دو لا تريبي دي زوبا ديفيزيون دالجي. كاين سيد واحد اخر هاوليك هذا هو اسمه قادر بن زروق اوليون فيل تيرايور كذلك هاوليك. عندكم كذلك هذا السيد معلق على الكراد، هذا باين بلا حاجه هاوليك شوفوا regardez moi ce personne voilà هذا وسميس وكي اسميس عبد القادر عبد القادر بن محمد ني ا بليدا كابورال سيرجون شيف هذا كابورال عارف. وما نطولش معاكم راح جاب لي ربي بزاف طولنا شويه باش ما نكملوش باش من كيما قال لك الاخر انا جبا 28 اسمو سيترو فوالا نزيد الصوره ولا زوج باسكو هادو درناهم هذا ما على باش اللي درناه ولا لا باسكو حبستي لا كونيكسيون هاوليك انا الشيء اللي محيرني كيفاش يعني صوروهم بهذه الطريقه اسكو الاذلال ولا يقول لهم اتونسيون بعث لكم ولا لا. هذا اسمه جيلالي بن سليمان ديفيزيون دورون فوالا من جهة وهران عمي سليمان. الله الله يا عمي سليمان يكفى الامان. هذا درناه وقيلة هذا اسمه زياني بن الكوتاني
صبيحية الجيري بسكرة، زيد في بسكرة راي اللي شن هذا اسمه فراجي تيرايور الجيريان من السودان، وهذا واسمه براهيم، براهيم بن صالح صبيحياني السوق أهراس، صورة 1863 تجور عايلك عاولك. ويبقى لنا هذا بين نتاع السودان باينين عاولك سيدي جون مهم دراهم برك، هذا مبارك بن كذا وكذا السودان باين من السودان، هذا صوروه مرتين اسمه حليمة بن يمنة تيرايور الجيرياني بني جندلة ديبارتمون دالجي، انا قلت بني جندليك الله اعلم. المهم هذا عندكم كذلك الشيخ، الشيخ الكونيكسيون طويلة شوية. إذا إخواني الكرام راني طول شوية، هذا ما راح نطول معكم بزاف، بلاك نزيدكم فيديو واحد آخر عليه زياني بن الكوتاري ب25 سنة بسكرة، هذا درناه على كل حال ولات برك لا كونيكسيون، كاين اللي داروهم جوج خطرات. هذا محمد بن كيفاش محمد بن ميلود شرشل صافي عاودوهم، وكاين اللي عاودوهم دو فترة وفا فوالا. اخواني الكرام باش ما نطولش بزاف رانا درنا بعض الصور لي كتبت هاهم ليك، ها كاين اللي داروهم جوج خطرات ثلاث خطرات بعد كبروا، شكون يكون هذا؟ انا اوكي هذا واسمو محمد بن مل بن مختار كابيل ني ابوجي، هذا والله اخي يخدم تيراي ولا ما يخدمش الله اعلم، خاطرش هذه كيما المرة هذيك بوم ما تقدرش تقول باللي تيراي التوارك هذاك، ما نعرف هذا شفنا تصويرته ولا هذا من قبل. عندكم هاد التصويرة كذلك هذا شفناه من قبل، هاوليك الاسم الله اعلم الى قدرت تقراو قراوه، بن عوده بن ددوش